يعتمد غالبية سكان العالم على أنظمة الرعاية الصحية الحديثة التي يلعب فيها الطعام دوراً صغيراً نسبياً في علاج الأمراض أو الوقاية منها. ويحدث ذلك في عالم تنتشر فيه دراسات علمية تكشف أن اتباع نظام غذائي صحي قد يكون وسيلة فعالة للغاية لدرء المشاكل الصحية والوقاية منها. كما أن من بين كل 5 وفيات حول العالم يموت شخص واحد على الأقل بسبب اتباع نظام غذائي سيء. وفقاً للدراسة عن العلاقة بين العادات الغذائية والأمراض المزمنة غير المعدية نشرتها مجلة The Lancet الطبية، وبحسب خبراء التغذية فترتبط الأطعمة المعالجة بإفراط بأمراض القلب والسرطان والوفيات، وأن نسبة كبيرة من الأطعمة الحالية معالجة بإفراط. وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة المنتجات المصنوعة في الغالب في المختبر أو المستخرجة من الأطعمة الأخرى، ومن الأطعمة فائقة المعالجة المشروبات الغازية والعصائر المحلات والمشروبات الرياضية ومكعبات الحساء الفورية والسمن والخبز والمخبوزات المنتجة والمعبأة بكميات كبيرة المصنوعة من الدهون المهدرجة والسكر والمواد المضافة والوجبات المعدة مسبقاً مثل البيتزا والنقانق وقطع الدجاج المقلي ومشروبات الطاقة البديلة للوجبات والحلوى والزبادي المحلى. كما يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان والعديد من الأمراض الأخرى. وفي واحدة من أقدم النصوص الطبية في العالم وهي بردية إبرس التي وجدت في مقبرة مصرية، حيث وجد الباحثون تعليمات حول النباتات التي يجب استخدامها لعلاج أمراض مختلفة بدءا من الأمراض العقلية إلى لدغات العقارب والتماسيح. وفي العصر الحديث أيضا هناك شبه إجماع على قدرة النباتات على محاربة أمراض القلب والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وضعف العظام. وبحسب تقارير طبية فإن أفضل نظام غذائي للوقاية من السرطان هو تناول النباتات بما في ذلك الفاكهة والخضروات، حيث تنتج النباتات العديد من المواد الكيميائية التي قد تحمي الخلايا من التلف، سيما وأن زيادة استهلاك الألياف قد تمنع الإصابة بالسرطان، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 10%. ووفقا للتقرير فإنه عندما يأكل الناس نباتات أكثر فإنهم يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي يقي من الأمراض.